السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سكيل اوت ديجيتال توينز دي منصة للتوأم الرقمي، تقدر ان انت تحط عليها نموذج للمبنى او للمدينة بحيث ان اي تعديل يظهر عندك، وممكن نتنبأ كمان بالمشاكل. فبيقول لي اختار، انا طبعا اختار انترنت سينجس اند سمارت سيتي. فهيقول لي دي الفكرة كلها، ان هو يطور لك الاستخدامات بتاعت الانترنت سينجس ويربطها ببعض، وتقدر ان انت تشوف كل التعديلات بتحصل في نفس الوقت. ممكن يكون عندك مثلا طريق وفي اشارات كتيره، فهو يبدا ينبهني ان في زحمه هنا، حاول ان انت تغير المسار. هو طبعا بيعمل الحاجات دي اوتوماتيك، الترافيك سيموليشن، فانت قاعد في المكتب بتاعك لكن شايف كل التطورات اللي بتحصل. عندنا الحاجات خاصه بالهيلث كير، لوجيستيك، سكيورتي. طيب نبدأ ازاي؟ هتقول له هنا ستارت فري، هتبدأ تدخل المعلومات بتاعتك، وهو هيبعت لك ايميل فيه الملفات تقدر ان انت تحملها وتسطبها عندك على الجهاز، وتختار المطور اللي عندك بيشتغل بالجافا ولا بيشتغل بالسي شارب ولا لوكودز، وتبدأ ان انت تشتغل على الديجيتال توين موديل وتعمل السيموليشن اللي انت عايزه. كل الحاجات دي فري، لكن تقدر تعمل ابجريد عشان تاخد مزايا اكتر. طيب تعال نشوف البنفيت. دي المزايا، ان انت رابط كل حاجة ببعض، بيبقى عندك موديل ممكن يتقبلك بالمشاكل، في ماشين ليرنينج بحيث ان هو يتعلم من القرارات اللي انت بتاخدها، في فيجوالايز للداتا من خلال باور بي اي، في الاجورا انترنت سينجس موجود مربوط بيه، السيكوال سيرفر عندك تقدر تحط كميه كبيره جدا من الداتا. فكل دي مزايا لو انت استخدمت السكيل اوت ديجيتال توين. اقول له وريني بقى في اكتر من داتا سورس كلهم بيظهروا عندك في الريل تايم، يعني يقول لك استهلاك الطاقه الساعه دي قل عن الساعه اللي فاتت، فتقدر انت تعرف ايه سبب المشكله عشان تقدر تحلها. ما تقدرش تحل مشكله انت مش قادر ان انت تقيسها. فان شاء الله المنصه دي تعجبكم باذن الله.